مساء الخير على حضراتكم. بتشرف النهاردة أن أكون موجود في حدث كبير الحقيقة زي ده. في البداية طبعا بوجه كل التحية للسيد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والأستاذ محمد يحيى أستاذ سيف الوزيري، والسادة الحضور النائب محمود حسين، أستاذ أسامة الشيخ، دكتورة نهى. بتشرف بوجود حضرتك، كل السادة النجوم والسادة الحضور. بتشرف طبعا ان انا ادير الندوه دي مع القامات الكبيره الموجوده، دكتوره نشوى جاد يعني بحييها، دكتور مهندسه غاده لبيب، الاستاذ شريف حسن، والاستاذ حسام صالح، بول مكارثي، الكابتن احمد حسام ميدو. ونبتدي الجوله. العنوان النهارده اللعبه اتغيرت. هل اللعبه اتغيرت ولا لا؟ هو ده السؤال. هل الإعلام الرياضي تحول للسوشيال ميديا ولا لا؟ الإجابة أكيد محتاج أعرفها من حضراتكم، لأن أنا هأدير ندوة النهاردة ولكن عايزكم تشاركوني. هي اتغيرت اللعبة ولا لا؟ أكيد من المؤكد أن اللعبة اتغيرت، وقواعدها كمان بقت صعبة وبقت معقدة جدا. أكتر واحد هيتأثر هو إعلامي التلفزيون اللي بيحس أنه هو نجم، أو يحس أنه هو خلاص أنا اللي موجود، أنا رقم واحد أو اتنين أو تلاتة، لأن احنا بقينا ألف اتنين تلاتة، وكل واحد عنده منصاته، وكل واحد مؤثر بشكل كبير. السوشيال ميديا هي اللي بقت بتحرك، والسوشيال ميديا هي اللي بقت جزء من القرار، وهي اللي بقت بتدير. مخطئ اللي يفتكر أن محدش ليه زبونه، ده بالعربي كده عشان الناس تستوعبنا وتفهمنا. كل واحد عنده زبون كبير جدا، والمنافسة بقت قوية. الجيم اللي بقى صعب جدا 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 ان انت تحط معايير ومقاييس. الصحفي اللي بيطلع على السوشيال ميديا اموره سهلة، لان هو عارف هو رايح فين، عارف المقاييس والمعايير اللي هيتحرك فيها. ولكن في ناس تانية الامور بتبقى صعبة. في الكورة تقدر تجيب الف مختص ومليون. لعيبة الكورة هم أصحاب اللعبة صحيح، ولكن الناس دايما المحللين، وابتدينا نشوف اللعبة حتى في التحليل بتتغير. كنا زمان بتقتصر على لعيبة الكورة أو النجوم بس، دلوقتي في ناس كبير كتير جدا دخلوا في المجال وتألقوا وبقوا ليهم زبون زي ما بيقولوا. فأكيد من المؤكد أن اللعبة اتغيرت، ولكن لازم اللعبة عشان تتغير بشكل مظبوط يتحط لها قواعد، يتحط لها سيستم، زي ما سيادة الوزير كده شرح في البرزنتيشن بتاعته، ان يبقى في اطار نتحرك فيه. في التلفزيون ده الحقيقه موجود عندنا، كلنا بنتحرك في اطار. على السوشيال ميديا الامور بقت صعبه جدا، ولكن من المؤكد ان ناس كتيره زي ما قلنا بتجتهد، وناس كتيره جدا جدا بقت جزء كبير من المعادله. اي حد يقول كده يبقى عايش في عالم لوحده، يبقى بيفكر في قصه صعبة جدا جدا جدا. أعتقد أن الأمور بتتغير وهتتغير، وزي ما قال سيادة الوزير هي محتاجة معايير، لأن زي ما قلنا أن السوشيال ميديا جزء من القرار. فإحنا لو عايزين بنية تحتية مظبوطة زي الاستادات، زي الدولة المصرية الجديدة، أكيد لازم نحط قواعد تحكم اللعبة، تحركنا كلنا مع بعض عشان في الآخر يبقى في جيل طالع بشكل كويس. لأن الجيل اللي طالع ده خلاص هو بيتأثر بشكل كبير جدا، والأرقام كانت واضحة قدامنا على الشاشة. كم في المية بيشاهد السوشيال ميديا النهاردة؟ الموبايل بقى في إيد كل واحد، ما بقاش محتاج إن هو يروح للتلفزيون. بقى قرار النهاردة تقدر تحرك اتحاد، وتقدر تظلم لعيب، وتقدر تحبط لعيب. وشفنا المسألة دي على فكرة في بطولات كتيرة جدا، زي في كأس الأمم بنبتدي بشكل مش كويس بنقول المدرب يمشي، بنوصل للنهائي. في الأولمبيات اتنين لعيبة تلاتة لعيبة بيبتدوا مش موفقين، بنقول والله سيادة الوزير هات اللعيبة وارجع، وبنلاقي بعد كده استنوا الآخر دقيقة ميداليات. فالنهاردة انت محتاج دايما تصدر مشهد ان لعبة المنافسة بتستنى دايما لآخر ثانية. اعتقد ان هنطلع من المؤتمر ده بحلول كويسة جدا. والناس كتيرة بتسأل هو المؤتمرات دي ليها افادة؟ المؤتمرات دي هتوصلنا لحاجة؟ لو في المؤتمر ده طلعنا بتوصية، او طلعنا بنقطة او اتنين تحكمنا او تحركنا في التعامل الاعلامي، سواء المرئي او المسموع، سواء النهاردة في السوشيال ميديا، يبقى احنا رحنا في حتة تانية، وحضراتكم كلكم عارفين الحتة التانية اكيد. فان شاء الله باذن الله تكون مناقشة جيدة. ونبتدي مع مهندسة غادة لبيب. بتشرف بوجود حضرتك. فضل. صباح الخير او مساء الخير على حضراتكم. الحقيقة شرف ليا مشاركتي في هذا المنتدى الهام. الحقيقة يعني سعيدة وجودي وسط هذه الكوكبة،
ومبسوطة جدا كمان من العنوان الخاص بالمنتدى والسلوجن، ان احنا عايزين نوصل فعلا لإعلام محترف، ده هام جدا. بصفتي نائب وزير اتصالات تكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، احنا بنشتغل على جميع الاطراف ذات الصله اللي معالي الوزير تفضل وعرضهم عرض متميز جدا، هو ما سابش ولا ستيك هولدر الا لما اتكلم عليه. طيب احنا دورنا ايه بقى في وزاره اتصالات تكنولوجيا المعلومات؟ احنا دورنا ان احنا بنشتغل على الايكو سيستم عشان نوصل للاحتراف، يعني التكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي ممكن انيبلر مهم جدا اللي يخليني اصل للكفاءه والفعاليه. فاحنا بنشتغل على بنيه تحتية بما فيها اتصالات، كونكتيفيتي، انترنت سريع، مش بس في المدن، لا احنا وصلنا كمان للكرة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فبواسطة الانترنت السريع للكرة فايبر تو ذا هوم اف تي جي اس للكرة، فده بمعنى كده ان انا بخلي ان انا اصل للمحتوى او للمعرفة بسهولة. طيب دورنا بقى يعني جاي، يعني اكيد انا هيبقى في كذا راوند ولا اقول كل اللي عندي في راوند واحده؟ والله يا فندم حضرتك صاحب البيت اللي حضرتك تشوفيه. تمام. فاحنا طبعا بنشتغل، انا وصلت وبقيت كونكتد، دي خطوره بقى، انا كونكتد بقى، انا المحتوى اللي انا بختاره كمستخدم او كمواطن ايه؟ طيب دوري كمان ليا دور كبير جدا في وزاره الاتصالات على التوعيه، على ان المواطن يميز المحتوى الجيد من المحتوى السيء، وده طبعا يعني خطه طويله المدى. فبنشتغل على المجتمع بجميع اطيافه من الاطفال للشباب. انا هنا بس لينا مقاطعه مع حضرتك مهمه جدا، وحضرتك السوشيال ميديا نقدر نتعامل مع مجتمع جاي مع محتوى جيد وسيء ونقدر نتحكم فيه؟ ما احنا حضرتك انت ما تقدرش تعمل كده، انت تقدر تشتغل على التوعيه. انت التوعيه ايه؟ انك ايه هي المحتوى؟ اولا بشتغل على التوعيه ان انا التواصل الامن على شبكه الانترنت، اعرف اكلم مين وما اكلمش مين، الصور ال 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 لما بكتب راي، الراي ده بيأثر ازاي. لكن انا اتحكم بشكل 100% او اقدر انا اتحكم ايه هو؟ لا، ما بوصلش لكده. اللي انا بقدر اعمله ان انا بوعي المواطن معايا انه يقدر يميز ده، من ان احنا بننزل للمواطنين على الارض بشتغل معاهم على ده، وهنتكلم على ده بشكل اكتر كمان. احنا بنعمل ايه في الدور؟ عندنا مبادرات مختلفه بتتكلم على ده، من براعم مصر الرقميه على اشبال مصر الرقميه للكلام ده. طيب ازاي انا بقدر كمان عن طريق التكنولوجيا ان انا اشتغل على التهيئه للمجتمع؟ وزي ما حضراتكم عارفين ان الثروات حاليا في الامم وفي المؤسسات بقت تختلف، بقت المعلومات والبيانات هي الكنز بتاعي، المعلومات هو ده بقى الكنز. وسمعنا كمان سيد رئيس الجمهوريه بيقول ان النفط الجديد هو المعلومه والبيان، فالمعلومات دي ثروه قويه جدا لو انا استخدمتها صح واستشرفتها بشكل جيد. طيب بشتغل على ازاي تحليل البيانات، وطبعا في تقنيات كتيره، يعني الذكاء الاصطناعي على فكره احنا درسناه في كليه هندسه، واكيد ايام حتى مهندس حسام درسنا الذكاء الاصطناعي. طيب ايه اللي جد؟ يعني ده علم قديم. طب اللي جد ان في البيانات ضخمه، بقى عندي كنز من البيانات وعندي كومبيوتنج باور عالي جدا، وعندنا كوانتم كومبيوتنج وحاجات. فالتقدم يعني زي ما قلت، هل التغير يعني اللعبه اتغيرت؟ اه، قواعد اللعبه اتغيرت مع وجود ممكن اسال حضرتك سؤال وارجع لحضرتك تاني، لان يعني هاخد وجهه نظر مختلفه، هي اللعبه حضرتك اتغيرت للافضل ولا للأسوأ؟ لا، ما هو ما ينفعش، هي موضوع نسبي على حسب انت بتبص لها ازاي. لا، ممكن للافضل، ان التكنولوجيا ليها جانب مظلم على حسب انت بتستخدمها ازاي، تستخدمها بشكل جيد. حتى احنا بنقول اي اختراع، اي اختراع بيفيد البشريه ده ممكن تستخدمه العربيات، طب ما هي او المركبات ممكن تقتل بيها وممكن توصلك من مكان لمكان، فهي على حسب. والذكاء الاصطناعي نفس الكلام بنقوله، هل ان انا اقدر كحكومه ان انا امنع اقول ما حدش يستخدم العربيه انها قاتله، لكن ممكن اشتغل على الحوكمه
اقول لك ايه بقى، في سرعه معينه، في حزام امان، في ايرباج لما بتصطدم. طب هل حضرتك في قواعد معينه محطوطه للتوعيه؟ لسه بقى احنا عندنا كذا، في كذا ميثاق وكذا فندم، والموضوع كبير قوي. طيب موضوع كبير هتكلم عليه واحده واحده. ناخد منه جزء. اروح بس للمهندس حسام وارجع لحضرتك تاني. باشمهندس بتشرف بوجود حضرتك في المجال ده وفي مجال التكنولوجيا اللي حضرتك يعني خبرات كبيره جدا، ولكن انت كمان في مجال رياضي، يعني كنت بطل رياضي وبطل جري ومسافات طويله وعشرت رياضه في وقت ما فيهوش السوشيال ميديا. ايه الفرق بين الاثنين من وجهه نظرك؟ وهل ده زي ما باشمهندسه قالت، هل ده جانب دلوقتي بقى مضيء اكتر او ايجابياته اكتر ولا سلبياته اكتر؟ بشكر اداره المنتدى على وجودي، الدكتوره نهى محمد يحيى وسيف وزيري، وبتشرف بوجود مع الوزير معنا. برضو عايز اثني على الاستراتيجيه اللي احنا شفناها، لان فعلا احنا ما تشاركناش هذا الاستراتيجيه الكبيره بالارض. انا عايز اخد سؤالك لحته صغيره. مين هنا يعرف اسم نور الشربيني؟ نور الشربيني هي الاولى على العالم في السكواش في التصنيف العالمي. والحقيقه ما كناش هنعرف مين نور الشربيني لو ما كانش في سوشيال ميديا بصراحه. فالسوشيال ميديا، بس انا هختلف مع حضرتك. مختلف؟ احمد براده طلع من غير السوشيال ميديا وكلنا عارفين. لا، الرياضيين في الرياضه بس افندم، في الرياضه، واللي كان بيقرا الصفحه اللي كان بيكتبها الاستاذ حسن مستكبر. ايوه، يعرفوا احمد براده. انا عرفت من الاستاذ حسن. فالحقيقه ان السوشيال ميديا في الاعلام الرياضي نجحت انها تنقل الاعلام الرياضي نقله كبيره جدا، لان بقى فيه القدره على انك انت توصل المعلومه. وخليني اقول لحضراتكم ان التقسيمه بتاعه الناس اللي بتستخدم السوشيال ميديا او الناس اللي بتقبل على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وعايز اقول الناس بتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في العالم النهارده بنقترب من 5 مليار. فال5 مليار اللي بيشوفوا السوشيال ميديا دول بيشوفوا السوشيال ميديا في العالم كله ريجارلس، ملوش دعوه هي موجوده في مصر ولا موجوده في هندوراس ولا موجوده في اي بلد تانية. بس التقسيمه بتاعه الناس اللي قاعده على السوشيال ميديا اختلفت، ما بقتش زي ما كنا بنقسم الناس زمان، الناس بتوع التسويق اي وبي وسي، او جندر ميل وفيميل، او صغيرين وكبار او كده. ابتدت تبقى في تقسيمه مختلفه تماما. التقسيمه دي بتعتمد على حاجات مختلفه كتير، بتعتمد على السلوكيات بتاعه الشخص. يعني سلوكيات الشخص نفسه بنقدر نصنف مجموعه من الناس عندها سلوكيات معينه، مجموعه من الناس عندها محفزات معينه، في حاجه معينه بتحفزه انه يستخدم السوشيال ميديا، في حاجه معينه بتخليه يقعد على السوشيال ميديا 3 ساعات و4 ساعات. بيعمل ايه في ال3 ساعات و4 ساعات دول؟ يا اما عنده احتياجات موجوده بيلاقيها على السوشيال ميديا، يا اما في حاجات جوه السوشيال ميديا بتحركه. وعشان كده في تقسيمه، يعني يمكن مع مجموعه من الناس في البحث بقالنا 5 6 سنين على التقسيمه ديت، فقسمنا تقسيمه شكلها مختلف. انا هقول التقسيمه بسرعه، بس هي التقسيمه يعني ممكن بعد كده نحكي تفاصيلها. في مجموعه بنسميهم المينستريم او التيار الرئيسي، التيار الرئيسي دول ماشيين بيشوفوا، كل واحد فيهم عنده محفزات وعنده طلبات وعنده سلوكيات وعنده احتياجات. عندنا مجموعة تانية بنسميهم العشمانين خير، أنا بقول التسميات اللي احنا طلعنا بيها فعلا. مجموعة العشمانين خير دول مجموعة من الناس اللي هو دائما أبدا بيتوسم وجود الحاجة الكويسة في مكان ما، فبيتحسسها طول الوقت. ودول هتلاقوا كتير جدا من المصريين موجودين في الكاتيجوري ديت، كاتيجوري العشمانين خير. عندنا كاتيجوري اسمها التقليديين العصريين. التقليديين العصريين هم ناس بيشتغلوا بالادوات الحديثه وبيبصوا على كل الادوات الحديثه، وان كان في داخلهم الانسان التقليدي بكل معايير الانسان التقليدي. وعشان كده هنا حته السلوكيات بقت حته مهمه. طب اروح للسلوكيات ابص عليها ولا لا؟ فبقت التقسيمات المختلفة للناس بقت مهمة جدا. بقى عندنا ناس موجودين على السوشيال ميديا اسمهم المتحفظين،
عندنا مجموعه اسمها المندفعين، عندنا الرايزنج ستارز. الرايزنج ستارز على السوشيال ميديا، بقينا بنسمع على السوشيال ميديا عندك كم فولور، عندك كم شخص بيتاثر بيك. انا بقيت لما بكتب بوست بقيت اخش بعد ما اكتب البوست بثلاث اربع ساعات كده اتاكد البوست وصل لكم واحد. بقت تول موجوده من التولز اللي بتقول لي ان انا البوست ده شافه 280 الف بس لما حطيت دعاء شافه 600 الف، لما حطيت خبر عن موضوع ما يهمش ناس كتير شافوا 20 الف. وبالتالي بقت السوشيال ميديا قطر لا نستطيع ايقافه. بس انا باشمهندس سقط حضرتك بس في جمله، حضرتك قلت المتحفظين صح على السوشيال ميديا. ايوه. اعتقد ان قوه السوشيال ميديا دلوقتي في ان الحته دي مش موجوده، يعني اللي بيشيل الستار هو اللي بيسبق، ودايما زبون السوشيال ميديا دلوقتي او اللي موجود بيروح لها لان شايف ان هو هيتحرك طبيعي. اللي قاعد على السوشيال ميديا بيكلمه عادي، يعني بيكلمه باللغه اللي هو بيتمناها بدون وجود محاذير، ودي بقت نقطه مهمه. اتفق معاك في جزء تاني له علاقه بالطريقه اللي احنا بنكلم بيها بعض. لو حضرتك دخلت على اي بوست مهم لاي جهه لاي شخص من الاشخاص اللي الناس بتتابعهم وبصيت كويس على الكومنتس اللي موجوده، بص على الكومنتس ديت وابتدي اعمل تحليل للكومنتس ديت. في حاجه عندنا في السوشيال ميديا بنسميها listening to the social media، انت بتسمع السوشيال ميديا بتقول ايه، لان السوشيال ميديا بتتكلم، السوشيال ميديا بتقول لنا حاجات، السوشيال ميديا ما عادتش ساكته. فانت بتسمع الاشخاص الى درجه ان احنا في بعض الاحيان لو انت حافظ نبره صوتي اما تقرا الكومنت تبقى حاسس ان انا بقوله صح، يعني تبقى سامعني وانا بقوله. اللي حصل ده حصل نقل الطريقه اللي الناس بتحلل بيها ايه اللي بيحصل على السوشيال ميديا الى طريقه مختلفه تماما في التحليل عن اللي كنا بنعمله في ادوات الاعلام التقليدي. يعني طبعا. النهارده استقبالي وحتى السوشيال ميديا بتاعه الاعلام التقليدي، يعني لو السوشيال ميديا بتاعت برنامج بتاعت حضرتك لما اقرا منها، لما اقرا الكومنتس اللي فيها لا تعبر عن السوشيال ميديا الكامله بتاعت اون تايم سبورتس، لا تعبر عن السوشيال ميديا الكامله بتاعت المتحده، لا تعبر عن السوشيال ميديا الكامله بتاعه الاعلام الرياضي بالكامل. ليه؟ لان في ارياز مختلفه كتير بنتعرض لها. هرجع تاني للسؤال بتاع الرياضيين عشان كنت في يوم من الايام واحد منهم. الرياضيين السوشيال ميديا بالنسبه لهم كنز، وان كانت في بعض الاوقات بتكون نقمه، انما هي كنز، لان الرياضيين اللي بيلعبوا في الالعاب اللي مش مشهوره زي كابتن احمد حسام كده، العاب المهمه، الحاجات الخفيه، الالعاب المهمه، النبي ما تحضروا لا مش هدي بالعافيه يعني. الالعاب الفرديه يعني مع الوزير اكيد عارف اكتر مني بكتير، اساس كبير جدا بنقول على الالعاب القوه ام اللعبات. في لعبات فيها تاثير كبير جدا، يعني انا ذكرت. طب حضرتك قلت ليه نقمه؟ نقمه لانك متشاف طول الوقت. طب انا عايز اتشاف. لان انا هقول لحضرتك على حاجه، احنا بنعمل في حياتنا كلنا، مثلا لو انا شخص، حضرتك ما ردتش عليا في الاولانيه، انا جاي حضرتك قلت لي لاني متشاف، ما انا عايز اتشاف، لاني هتشهر، ما انا عايز اتشهر. لا انت هتشهر. ايوه، بس انت هتتشهر ازاي؟ بايه؟ هل هتتشهر بمشهد في التمرين في التدريب بتاعك؟ هل بمشهدك وانت بتكسب بطوله؟ ولا هل بمشهدك في حاجه شخصيه لا علاقه لها بالرياضه؟ دي قواعد اللعبه. انت حضرتك دخلت الجيم عايز ابقى مشهور، سياده الوزير اختار يبقى وزير، هو هيحافظ على خطواته، هيبقى عارف ان هو هيبقى مشهور، هيبقى عارف ان هو هيتعامل هنا بخطوه، هيبقى عارف هيطلع على المايك هيقول 10 جمل مهمين. فهو ان في النهايه اصل انا دايما رافض الحته بتاعت ايه، الشهره تعبتني، انا اتخنقت من الصور، خلاص اقعد في البيت. لا انا مش هاخد مثال سياده الوزير عشان انت بتزنقني، فانا مش هاخد مثال سياده الوزير، انا هاخد مثال بتاع اي رياضي كبير. على فكره اي حد في، لا انا عايز اخد الرياضيين، الساده الصحفيين كلهم موجودين معانا، احمد درويش، استاذ معطي زكي، استاذ عصام شلتون، كل الناس يعني، ما هو كلهم كل الناس مشاهير. طب. وعارفه ان هو بيخش اي فرح
هيتاخد اللقطة، ولو صح. قلت أي كلمة هتتصور. مظبوط. بس في حياة الأشخاص اللي بيلعبوا رياضة، أنا أتكلم عن الرياضة بس، تمام، الناس اللي بتلعبوا رياضة عنده جزء رياضي إحنا مهتمين به، وهو ده الجزء الرياضي اللي انت عايز تطلع بيه على السوشيال ميديا عشان تكوميونيكيت، عشان تعمل ما يسمى بالإعلام. انا عايز اوصل حاجة معينة، ان انا القط حاجة في وسط اللي بتعمل ده، التقسيمة المعتادة بتاعت 80-20، 80% من الحاجات انا اقدر اشوفها واعمل اتعامل فيها، وفي 20% ما بقولش ان احنا خبيهم، بس 20% انت بتبقى دول ليهم معاملة مختلفة، وبالتالي الرد فيهم بيبقى صعب. يعني ما بيبقى فيه سقطة صحفية مثلا او سقطة شخصية لأي شخص، المعالجة بتاعتها اصعب بكتير جدا من معالجة ان هو كسب بطولة، لان في ناس بتكسب بطولات وانا يمكن من هنا بحاول اقول لكل الزملاء اللي بيشتغلوا في مجال الاعلام الرياضي ان في حاجات كتير قوي نقدر نركز عليها، وفي بعض الحاجات مش لازم ناخدها من زاوية الترند. انا هقول لحضرتك انا هقول لحضرتك انا نقطة مهمة بقى اهم من الرايتس، مهمة، الماتش مهمة، كواليسه اهم. صح. يعني انا هطلع بالماتش وبعد الماتش في لقطتين هيطلع بيهم صحفي او حد جامد على السوشيال ميديا هتبقى مؤثرة جامد. احنا دلوقتي بنقعد نتفرج على الماتش عشان نطلع منه لقطات. حضرتك النهاردة بتتكلم في نقطة باشمهندس بتقول يعني روح للنقطة الإيجابية، لا هو باكج، أنا هروح للإيجابي والسلبي وهقفلك على اللقطة. بس خد السلبي بنسبته أفندم، خد السلبي بنسبته، أنا عندي إيجابي له نسبة وفي سلبي، ما فيش حد ما عندوش بحجم سلبي. بحجم لقطته، لو لقطته خفيفة هتبقى خفيفة، لو لقطته تقيلة هتبقى تقيلة، إلا إذا خدت السلب عملته 100%. ما هي برضو ليه، ما هو برضو ليه زبونه. ما أنا بقول لحضرتك السوشيال ميديا رفعت الحاجز، فهو النهاردة بتدي حرية زبونها النهاردة. ما هو ده تغيير قواعد اللعبة اللي هو عنوان ما هي بقت متغيرة، زائد إن ليها ميزة. أنا معاك إنها اتغيرت، كان بس زمان إحنا بنناقش ما بيننا وبين بعض داخليا، هل إحنا تغيير قواعد اللعبة بياخدنا لإن إحنا هنفضل هو ده اللي بننور عليه؟ احنا عندنا حاجات كتير قوي ننور عليها، very strong very positive. صح. انا مش عايز اخد الوقت بتاع الناس. طيب نروح، هرجع لحضرتك، نروح لبول ماكارثي، بتشرف بوجودك وانضمامك معنا. كل الناس دايما بتتساءل ان السوشيال ميديا، كل مجتمع ليه الاعلام بتاعه وليه السوشيال ميديا بتاعته، هل القواعد ثابتة ولا مختلفة من مجتمع لاخر؟ أولا أحب أن أوجه الشكر لسيادتكم لدعوتي لهذا الحدث الرائع، ويسعدني كثيرا أن أكون في القاهرة ويسعدني أن أعود إليها من جديد. في الواقع إن السوشيال ميديا، في الواقع ممكن أن أقول عندما أتحدث من المملكة المتحدة وجهة النظر في ذلك، أعتقد إن ما يمكن أن نحصل عليه من السوشيال ميديا إنه في المملكة المتحدة وهي تقاد من أنجا على وجه المثال ومن وجه الأشخاص الذين يرغبون أن يكون لهم تأثير. وأعتقد أنه من الخطير جدا فيما أعتقد فيما يتعلق أيضا في الدول الغربية، ولقد عملت في الولايات المتحدة بالمناسبة. نحن في وضع لا يمكننا في أن نسيطر تماما على وسائل التواصل الاجتماعي، هذا أمر مستحيل في الواقع. ولكن الذي يمكن أن أقوله أنه أعتقد أن هؤلاء أنه يمكن أن نعمل باحترافية، أن نضع ماذا أن يكون لدينا مثال من خلال أعمالنا، ألا تكون أعمال، ألا تتسم أعمالنا بالفوضوية، ألا نكون متحيزين، ألا نكون مرة أخرى
يجب أن تكون لدينا تلك التبصرات التي نمنحها لهؤلاء الأشخاص. يجب أن كنا سوف نتحيز، يجب أن نتحيز للمعلومة والمعرفة. وبالتالي كما قلت يجب ألا نقول أي شيء يشعل المشاعر. لماذا؟ لأن وسائل التواصل الاجتماعي هي بالفعل غاضبة في الواقع. لدينا وجهين، هناك بعض اللاعبين بالمناسبة يتلقوا تهديدات. لماذا؟ لأن الهدف الرئيس قد ضاع منا. كما قلت لكم أنتم تتحدثون على الأولمبياد على وجه المثال، وهذه المرأة التي تلقت مرة أخرى الميدالية الفضية. في الواقع كانت هناك تهديدات، وهذا لا يحدث في واقع في أمر آخر. وبالتالي كما أقول لكم، عندما في الواقع على وجه المثال عندما نعمل يوم الاثنين، وأقول لكم أنت لم تقم بعملك بأسلوب جيد، وسوف أنتقدك بدون أن أبنى بدون أن يكون لدي أي معرفة عن عملك، عن القواعد التي تتبعها في هذا العمل. فبالتالي هل أقول لك أنت تحب أن تنتقد؟ لا يمكن أن أقول ذلك. وبالتالي يجب أن نكون أقوياء، يجب أن نتعامل مع الأمر. الرياضيين يحاولون لسنوات وسنوات وسنوات، يعملون بشق الأنفس من أجل الوصول لهذه القمة، وفجأة يتلقون ماذا؟ تهديدات بالموت. على وجه المثال يتم تسميتهم أو دعوتهم بأسماء أخرى. وبالتالي هذه المشاعر الغاضبة هي خطيرة للغاية. وبالتالي أن ولذلك الذي يقول إنه فيما يتعلق بالتواصل والإعلام يجب أن تكون لدينا استراتيجية نتبعها. يجب في الواقع، وهذا له علاقة برابطة كرة القدم في إنجلترا بالمناسبة، من عشرين عاما كان هناك بعض المعجبون الذين يحبون الذهاب للفوتبول لمشاهدة المباراة، وكنا بعد ذلك نقول على وجه المثال أن هذا المدير سيء للغاية، هذا اللاعب كان سيء للغاية، كما لو كان رئيس أو المالك على وجه المثال لهذا النادي له يد في كل ذلك. وفي الواقع كالذي كان يحدث هنا، أن ممكن أن يتجاهلنا على وجه المثال مالك النادي، ولكن الآن حال قرر 6 أشخاص على وجه المثال أن يفتحوا صفحة أو موقع على التواصل الاجتماعي وبدأوا يتحدثوا عن هذه الأمور وقالوا إنه يجب أن يتم التغيير، يجب أن نحدث شيء ما، فهذا له ردود أخرى. وبالتالي فإن هؤلاء الأشخاص 6 ممكن الغضب الذين يشعرون بالغضب، هذا أمر آخر في العالم الخاص بالسوشيال ميديا. وبالتالي من الضرورة من الأهمية بمكان أن نعرف ما الذي يدور على السوشيال ميديا وعلى التواصل الاجتماعي، وأن نعرف أن هناك بعض الغاضبين الذين للأسف الشديد يتدفعهم مشاعر الغضب في بعض الأحيان. يعني أعتقد أن من الرد نقدر نستوعب أن السوشيال ميديا تعتبر مع اختلاف الكالتشر، مع اختلاف الثقافات، ولكن هي واحدة في كل العالم مؤثرة بشكل كبير. وزي ما قال أي 5 6 ممكن يعبروا ويغيروا رأي، وزي ما قلنا هي بقت جزء كبير جدا من القرار في إدارات كتيرة. ميدو يعني بتشرف بوجودك معنا النهاردة، وأعتقد أن ميدو مدرسة خاصة جدا على السوشيال ميديا ومدرسة متنوعة. السوشيال ميديا بتمثل لك ايه وبتتعامل معها ازاي؟ مساء الخير عليكم جميعا. اول حاجة بشكر ادارة المنتدى على الدعوة الكريمة واتاحة الفرصة لي ان انا اكون موجود وسط اسماء كبيرة كل في مجاله. موضوع الاعلام الرياضي وربط الاعلام بالسوشيال ميديا اصبح واقع ما ينفعش ان احنا نديله ظهرنا. ولازم نفهم كويس الجيل الجديد اللي طالع بيفكر ازاي، وايه اللي عايزين يستقبلوه. ولو فهمنا الجيل الجديد عايز ايه
وإيه المحتوى اللي عايز يستقبله، هنقدر نتعامل مع المحتوى بتاع السوشيال ميديا بشكل جيد. ده معناه إيه؟ ده معناه أن ما ينفعش يبقى المحتوى اللي موجود في التلفزيون أو الموجود في الإذاعة يبقى مختلف تماما أو يكون في جاب كبير ما بينه وما بين المحتوى اللي بيقدم على السوشيال ميديا. يعني إيه؟ النهاردة على السوشيال ميديا أصبح هناك جرأة في الرأي وتوضيح الرأي بالنسبة للسادة الصحفيين والسادة الإعلاميين وبالنسبة للاعبي كرة القدم السابقين. لو أنا النهاردة قدمت محتوى تلفزيوني مفهوش نفس الجرأة أو ما بيناقش نفس القضايا اللي بتناقش ريسنتلي في الوقت الحالي على السوشيال ميديا، هتتأخر كمنصات تلفزيونية ومنصات إذاعية، هتتأخر بشكل كبير جدا، وده هينتج عنه ان انت هتلاقي جيل طالع مش مهتم بما يقدم في التلفزيون او في ممكن اناقشك في النقطة دي. تفضل. انت عايز توحد الكونتنت في التلفزيون وفي على السوشيال ميديا، ولا انت مقتنع ان كل مكان ليه طريقة إلقائه أو ليه شكله أو ليه معاييره؟ كل مكان ليه الأسلوب بتاعه. يعني زي ما أستاذ مستر بول مكارثي كان بيتكلم وبيقول إن السوشيال ميديا فيها حالة غضب كبيرة جدا، وأنا بتفق معاه في الكلام ده، لكن لازم تاخد بالك إن مشجع الكورة عايز يسمع حالة الغضب دي وعايز يشوف حالة الغضب دي. فممكن نفس القضية اللي بتناقش على السوشيال ميديا تناقشها في التلفزيون أو في المنصات التلفزيونية أو المنصات الإذاعية بس بأسلوب أكيد 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 مختلف. صح. وعايز برضو في نقطة مهمة جدا، وأنا مش عايز أضيع وقت حضراتكم، وعايز أستغل وجود سيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي، ان لازم ان النهارده في قضيه بتناقش، واللي طبعا الاستاذ حسن المستكاوي مهم جدا ان احنا نسمع رايه في الموضوع ده. لعيبه الكوره والساده الاعلاميين ومن احق بالظهور الاعلامي لمناقشه القضايا الدائره او تحليل مباريات كره القدم، هل تقدر تستغنى عن الصحفيين والاعلاميين؟ اكيد لا. هل تقدر تستغنى عن لاعبي كرة القدم السابقين؟ أكيد لا. فأنا بناشد سيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي إن لازم لاعبة الكرة يتعمل لهم إديكيشن وتعليم صح قبل الظهور الإعلامي عن طريق يبقى فيه. لا معلش، أنا هنا بس عايز أوضح النقطة. أنت بتتكلم إن أنت تثقيف فئة لعيبة الكورة قبل طبعًا الظهور طبعًا، ولا بتتكلم إن أنت تقفل الباب على لعيبة الكورة فقط في التحليل؟ لا، أنا بتكلم الاثنين يا سيف. يعني أول حاجة النهاردة ليه ما يبقاش فيه وركشوبس ويبقى فيه الشركة المتحدة للإعلام؟ النهاردة لعيبة الكورة لما بيجي يبطل كورة هو مش عارف يعمل إيه، وبياخد وقت كبير جدا عقبال ما بياخد قرار. انا هبقى مدرب، انا هبقى محلل، انا هبقى هشتغل في الميديا، هشتغل في الاداره. النهارده لازم الدوله تفتح بابها لعيبه الكوره ان هي تثقفهم. صح. النهارده لازم يتعمل كورسز تبقى معتمده من وزاره الاعلام ومن وزاره الشباب والرياضه تحت رعايه الشركه المتحده للاعلام. تعالى انا النهارده بتبناك، والنهارده بدون اي مقابل، طالما ان انت عايز تيجي وعايز تتثقف قبل ظهورك التلفزيوني او ظهورك الاعلامي، انا هديك الاديكيشن المظبوط، هديك التعليم المظبوط ازاي ان انت يكون في الايثكس والقواعد اللي الدكتور اشرف اتفضل وقال عليها. واكبر مثل وهرجع لك تاني يا سيف، انا اسف لو طولت دقيقه، جاري لينكر. مين هو أشهر مقدم برنامج رياضي في التاريخ؟ جاري لينكر، مقدم برنامج ماتش اوف ذا داي في طبعا في البي بي سي. لكن تعالوا شوف النهاردة كيف تعاملت بريطانيا وكيف تعاملت انجلترا مع جاري لينكر كلاعب كرة قدم سابق مثقف. الأول ومستر بول طبعا يعرف كده كويس جدا، ظهر كمراسل في البي بي سي، وبعد كده البي بي سي خدته اديته كورسات ازاي يبقى مقدم محترف، ثم بعد كده بقى مقدم
أشهر برنامج رياضي لكل إنجلترا بتستناه يوم السبت والحد ماتش اوف ذا داي. فاصبح النهارده لما البي بي سي النهارده او وزاره الاعلام الانجليزيه عايزه تحاسب جاري لينكر تقدر تحاسبه. ليه؟ لان هي اديته التثقيف اللازم واديته التعليم اللازم قبل ظهوره على المنصات الاعلاميه. اخيرا سيف، وفرصه جيده ان الاستاذ المستر بول ماكارثي موجود معانا في انجلترا. عمرك ما تلاقي ابدا صحفي او اعلامي بيحلل ماتش كوره. جيب لي استوديو تحليلي واحد في صحفي او اعلامي لم يمارس كره القدم او لم يمارس مهنه التدريب او لم يدرس علم كره القدم، مش مسموح له ان هو يطلع في الاستوديو التحليلي. ولكن الصحفي والاعلامي يظهر في البرامج لمناقشه القضايا. يعني ايه؟ انا لا يمكن ابدا هقدر ان انا اقول رايي في قضيه مهمه جدا زي الاستاذ حسن المستكاوي، لا يمكن، لانه رجل بيمتلك الخبرات الاعلاميه وبيمتلك الخبرات على مر سنوات طويله وشاف ما حدث في كره القدم في مصر والعالم العربي والعالم كله لسنوات طويله. يبقى هو ليه الحته بتاعته. وفي نفس الوقت لا يمكن ابدا الاستاذ حسن المستكاوي، لو هو سامح لي ان انا استخدم اسمه كقامه كبيره موجوده في وسطنا، لا يمكن يعرف يحلل الماتش كوره زيي، لان انا راجل انا اللي عشت اللعبه وانا اللي لعبت وانا اللي تعاملت مع مدربين من مدارس كرويه مختلفه وانا اللي درست كره القدم وعلم كره القدم. طب ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. هو انت بتنافس مين؟ انت كلاعب كوره مش انت كميدو. انت كمحلل بتنافس مين؟ مش بنافس حد. أنا لا لا يعني لازم كل واحد ياخد حتته وياخد حاجته، عشان النهارده لما يطلع يتكلم في التلفزيون وعايز احاسبه اعرف احاسبه. لا انا مش لو النهارده معلش النهارده لو النهارده اي اعلامي النهارده طلع في مباراه بيحلل فرقه كره قدم بتلعب 4 4 2 وقال ان هم بيلعبوا 3 5 2 احاسبه ازاي؟ ما هو مفيش اعلامي بيحلل. ها؟ مفيش اعلامي بيحلل. لا لا، في انت بتخاطب دلوقتي، انت بتقول لعيبه الكوره او الاعلام. يا سيف انا بتكلم على الصحفيين. انا فاهم. او بتتكلم على الجيل الجديد اللي طلع في التحليل الرقمي. وبقى جزء من المعادله، بقى منافسه. صحيح. انت موافق على المنافسه ان هو ينافس لعيبه الكوره ولا رافض اصلا دخوله المجال؟ لا لا، على السوشيال ميديا ما تقدرش ان انت تحط قوانين. لا لا، انا بتكلم بصفه عامه. لا كل النهارده طول ما السوشيال ميديا موجوده ففي مساحه وحريه اعلاميه. لا انا بتكلم في الاستوديوهات. لا، في الاستوديوهات لازم يتحط قوانين. اول حاجه لازم تثقف لاعبي كره القدم السابقين. صح. وتديهم تثقيف اعلامي ازاي يتعامل مع المواقف الطارئه. النهارده ممكن النهارده يتسال سؤال على الهواء مره واحده هو مش مستعد ليه وما تعلمش ازاي يتعامل معاه. لما تثقفه كويس ويبقى في كورس محترم تحت رعايه وزاره الاعلام وسياده الوزير الدكتور اشرف صبحي وتحت رعايه الشركه المتحده للاعلام، ساعتها لما يطلع في التلفزيون ويخرج عن النص او يخرج عن الميثاق الاعلامي ساعتها تقدر تحاسبه. انما النهارده اراهنك لو في حد من لعيبه الكره السابقين اللي هم النهارده انا واحد منهم، 90% منهم ما يعرفش اصلا ايه الميثاق الاعلامي، ما يعرفش ايه، يعني النهارده ما يعرفش ايه اللي هو ممكن لو قاله خطر او لو قاله في التوقيت ده ما ينفعش ان هو يقوله في التوقيت ده. عشان كده لازم الدولة تتبنى مشروع تثقيف لاعبي كرة القدم، وده هيكون على فكرة أصول في حياتهم وأسس في حياتهم، إن أنت تديهم كورسات معتمدة من الدولة قبل ما يخشوا يشتغلوا في أي منصة إعلامية. أعتقد يعني كلام ميدو كلام مهم وكلام محترم جدا، وفي جزئين، جزء موجه للسيد وزير الشباب والرياضة فيما تتبناه الدولة من تثقيف، ولكن أنت مدي أسامة الشيخ وش يعني. فأعتقد أن هو ده حبيبي. عند حضرتك رد. مساء الخير عليكم جميعا، و بشكر المتحدة للرياض على وجودنا وعلى لمتنا الجميلة دي عشان نناقش ونقف برضو مع المتغيرات اللي احنا بنعيشها في العصر بما فيها السوشيال ميديا اللي هي موجودة في اول الجلسات. انا عايز ابشر ميدو بس بنتائج كنا ناقشناها في الهيئة الوطنية للإعلام مؤخرا، واتفتح كلام كتير على الإعلام الرياضي. يمكن
أنا جيت في فترة في أون سبورت قبل كده في مرحلة التأسيس واشتغلنا شوية وبعدين اختفيت شوية وبعدين رجعت تاني. أنا الحقيقة لما رجعت الوضع بقى مختلف شوية حتى عن فترة الثلاث أربع سنين اللي سبتهم. اختلفت في حاجات كتيرة، في ظهور طبقة الشباب المحللين التحليل الرقمي اللي انتوا أشرتوا ليهم، اختلفت في العدد لعيبة الكرة السابقين اللي جذبتهم أضواء الشاشات والتلفزيون. الوضع محتاج لمراجعة وإحنا بالفعل هنعمل المراجعة دي. أنا عايز أبشرك إن السيزون الجديد في قبله في دورات تدريبية للمعينين للمحللين اللي موجودين، لأن مش هينفع زي ما أنت قلت اللعيب بيطلع بيقول الكلمة هو مش عارف هو تأثيرها إيه، هو بيتكلم عليها ممكن بيرمي كلمة تتفسر سياسيا، ممكن يقول كلمة تأثر صح. اجتماعيا، فبالتالي جزء الثقافة طبعا أنا ما أقدرش إن طبعا ده دور الوزارة واتحاد الكورة وهيئات أو مؤسسات رعاية اللاعبين إن هم يثقفوا لعيبة الكورة سواء وهم زي ما الأستاذ عصام بيقولوا هم بيلعبوا أو حتى بعد ما بيخلصوا، إنما هو الوضع الحالي أنت لابد من تأهيل أي حد بيطلع الشاشة. مفيش حد كبير، المعلقين إحنا بنعاني جدا جدا منهم بسبب ان احنا دلوقتي السوشيال ميديا دخلت على المجتمعات كلها سطحتها، وانا اسف ان انا اقول كده، ما بقاش حد يقرا مقاله 300 400 كلمه حتى لو كانت مقاله حسن المستكاوي اللي انت حضرتك بتستشهد بيه. الناس دلوقتي بقت عايزه تقرا من حسن التغريده الجملتين ثلاثه اديني الخلاصه، فاحنا للاسف ده ما بقاش حد يقرا، ما بقاش في حد يكتب لانه عارف ان ما بقاش في حد يقرا. وبالتالي انا بقول حتى المحللين الشباب والبقت القضية يعني الحالية دلوقتي، هل الشباب دول يدخلوا الاستوديو التحليلي أو لا؟ أنا رأي حضرتك أو أنا لا. لا أنا هقول لحضرتك حاجة، لا أنا مع لا ويمكن لها سبب، مش لأن أنا مش شايف إن هم غير جديرين، ولكن لأن هو مش عايز أقول العرف في العالم لأن كل حاجة بتتغير، ولكن حقهم إن هم يدخلوا المجال في البرامج، يدخلوا البرامج في استوديوهات موازية موجودة. انا بقول ان فيهم ناس كتيره جدا درست تدريب، ما مورينيو درس تدريب وما كانش يعني ما كانش لعيب يعني حتى ما اعرفش هم بيقولوا ما لعبش يمكن حتى كوره. فبالتالي من حق كل الشباب اللي موجودين، في ناس راحت درست في انجلترا خدت دورات وراحت المانيا وخدوا من الاتحاد الافريقي ومن الاتحاد الدولي، هل انا الواحد بيجتهد اقول له لا؟ ما هو التدريب ده علم يا ميدو، يعني هو ممكن يكتسب مش بالضرورة ان انا اكون لعبت. يعني انا اسف يا استاذ اسامه، انا يعني برضو يعني فرصه ان انا بتناقش مع حضرتك. عندنا مشكله كبيره جدا برضو في مصر ان احنا قافلين على الشباب ان هم يحصلوا على الرخص التدريبيه من خلال اتحاد كره القدم المصري. اتحاد كره القدم المصري حتى الان احنا الدوله الوحيده اللي بنشترط على المتقدمين لطلب الحصول على الرخصات الرخص التدريبيه ان هم يكونوا مارسوا اللعبه، وده مش موجود في اي حته في العالم. عشان كده مش قادرين ان احنا يطلع لنا شباب، وانا ما بتفق مع حضرتك، عندهم نوليدج وعندهم علم كبير جدا، مش قادرين ان هم يحصلوا على الرخص التدريبيه، لان نظام القوانين واللوائح في الاتحاد المصري لكره القدم ما بتسمح لهمش. فلو ده حصل الاول هيطلع لنا الشباب اللي حضرتك بتقول عليهم، بس هم في بعضهم بيروح ياخد من بره. ممكن طب اسامه سريعا عشان بس وقت، يعني انا سريعا بس عايز مش حكايه المحللين يعني عشان نطلع بس بنقط. حضرتك قلت دلوقتي ان في كورسات قبل السيزون الجديد للساده للاعبين، ده احنا كقطاع رياضه. حضرتك مع ميدو في موضوع ان اللي يحلل يكون انا اللي شايفه ومتابعه بره، سواء في فرنسا سواء في انجلترا سواء في اي دوله متقدمه كرويا انا ببصلها كنموذج. انا بلاقي الاستوديوهات التحليليه هي يا اما مدرب يا اما لعيب سابق، تمام. انما برضو حته اقفل بس بحته برضو ابشرك بيها، مش المحللين بس. احنا بدانا دلوقتي حتى في بندور على معلقين مش تقليلا من اللي موجودين، ولكن حتى يمكن بدانا بروموهات ان احنا منتظرين من الشباب ان هو ممكن يشارك فيها. لان بجد احنا سواء التحليل عندنا محتاج ان هو يكون على اسس مدروسه، حاليا مش ملوش اساس مدروس. التعليق للاسف عندنا حاليا ملوش اساس مدروس، تمام. لازم كله يتم دلوقتي. احنا بنتكلم على الذكاء الاصطناعي وبنتكلم على التكنولوجي، ما ينفعش واحد طالع مش عارف هو بيقول ايه. طيب بشكر حضرتك استاذن بس ساده الصحفيين، هنفتح
يعني الحوار بعد بس ما نخلص ثلاث دقائق، لو اي حد عنده اي حاجه. دكتوره نشا بتشرف بوجود حضرتك معنا، راي حضرتك في تعامل السوشيال ميديا مع الملف الرياضي بشكل عام. مساء الخير جميعا، ووجه الشكر لكل القائمين على تنظيم المنتدى. اكيد المنتدى الاعلام الرياضي بشكله الجديد والاحترافيه بتاعته دي حاجه مهمه يتم النقاش فيها. يعني بالنسبه للسوشيال ميديا، لو انا بتكلم على السوشيال ميديا كلها اتلارج، ايا كانت المنصه اللي احنا بنتعامل معاها، المنصات كلها بتهتم باي كان المحتوى. اكيد المحتوى الرياضي من اهم المحتوى، خليني اقول اللي ممكن يكون بيجذب المنصات نفسها او اداراتها المختلفه انها تقدم او تهتم بيه، وان الالجوريزم بتاعها يبقى بيركز عليها بشكل كبير. وبالتالي المحتوى الرياضي للمنصات كمان بيتيح لها انها تعمل، خليني اقول حاجه زي المنتجات. انت عندك الايموجي، الايموشنز، الحاجات دي كلها بتحب انها تهتم بيها، وبالتالي المحتوى الرياضي ده بيكون جذاب للمنصات بشكل كبير. ده بيترتب عليه ان الناس، ردا على السؤال الاولاني حتى اللي بيتم طرحه، انها تقليديه ولا غير تقليديه، وهي جذبت الناس، طبعا هي هتجذب كثير من الشباب، وده القاعده الرئيسيه في كل المجتمعات النهارده، هتخليها انها تروح للمحتوى اللي موجود على السوشيال ميديا لانه بيقدم لهم اشكال مختلفه، اكسكلوسيف كونتنت، بيهايند ذا سينز، اللايف انتراكشن، ودي حاجة مهمة جدا ودي تريندي دلوقتي. لو أنا بتكلم في الترندز وإيه اللي بيخلي الناس تتوجه للسوشيال ميديا من المحتوى الرياضي، الحاجات الجديدة اللي بيتم تقديمها من قبل أيا كان الانفلونسر أو بلوجر أو حتى المؤسسات الرياضية الكبيرة اللي ممكن تكون بتقدمها. فده باختصار عشان الوقت، أنا عارفة إحنا خدنا من الوقت. طب أنا عايز أسأل حضرتك برضو في سؤال محير شوية بالنسبة لي أنا. هل حضرتك منصة كبيرة مثلا بتتحرك في كونتنت معين، هل هي بتتحرك إن هي تشوف الذوق العام عايز ايه، ولا ان هي تعمل رقي بالذوق العام؟ ودي معادله صعبه، لان هي بتدور على عدد من المشاهدين كبير، وده مش هيتحقق لو حطيت حاجه مش فيها اهتمام الناس. بالظبط اللي حضرتك جاوبته بالظبط. اي منصه، لو انا هاخد بقى المنصات الخاصه مش السوشيال ميديا، المنصات زي واتشات او غيرها، الاهم حاجه بتكون الاكسكلوسيف كونتنت. هرجع تاني اقول المحتوى والابداع الخاص بالمحتوى هو الاساس اللي بيجذب المشاهد ان هو يجي يا اما يشترك يا اما يجي يتابع الحسابات الخاصه بينا على السوشيال ميديا. فدايما الابداع في المحتوى والحصول على حاجه مختلفه والاستثمار فيه، لان الاستثمار في المنصات ده شيء مكلف جدا من ناحية التطور التكنولوجي أو حتى المحتوى المقدم، فلازم دايما تكون حريص على أنك بتجيب حاجة جديدة ودايما متجدد وماشي مع الترند. يعني لازم هرجع تاني لكلمة الترند، لأنها بقت بتحكم حاجات معينة، أو أنت بتفرض ترند كمان شوية مش هيبقى ترند، لازم هتدور على حاجة تانية جديدة عشان تجذب بيها. وحضرتك الترند أنا اللي بعمله ولا أنا بجري وراه؟ الاثنين. في ناس أنت بتخلق ترند، انت ممكن كمنصه تخلق الترند بمنتهى السهوله من نوعيه المحتوى، من نوعيه المقدم المحتوى، التحليلات والبيانات اللي انت بتقدمها، التكنولوجي المستخدمه ايه، فانت بالتالي بتخلق الترند. كمان شويه اصبح في حد تاني ممكن يقدم ترند جديد، انت لازم ترجع تعمل الترند، وبالتالي هي بقت حلقه في التكنولوجي وفي السوشيال ميديا او المنصات الرقميه. انت دايما لازم تخلق لنفسك الميزه التنافسيه بتاعتك، كمان شويه ما بتبقاش ميزه تنافسيه، فلازم تدور على ميزه جديده. هي ده خلينا نقول الجزء اللي التكنولوجي بقت فرضاه علينا كلنا. الاستاذ شريف، مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. هل حضرتك على قناعه ان السوشيال ميديا بما يخص عالم كره القدم، سواء في افريقيا سواء في اوروبا، بالذات في جزء افريقيا ده وهي لسه برضو ما اتحركتش فيه بشكل كبير، هل ده محتاج تطوير؟ وهل انت شايف ان التعامل مع السوشيال ميديا بما يخص الكره المصريه ده التعامل الافضل؟ طيب، الاول انا بشكر منظمين المنتدى، ومبسوط جدا ان انا موجود هنا، ومبسوط بزمالي، ومبسوط لاني بحضر حاجات زي دي بره مصر كتير، واول مره احضر حاجه بالمستوى دوت، ومبسوط الطرح النقاش نفسه، لانه احنا في 2024 وده نقاش، يعني اعتقد ان احنا المفروض كنا طرحناه من بدري. لكني بمناسبه سؤال حضرتك هبتدي من كلمة من كل حد قال حاجة، لأن كل حد هنا في البانل نفسها قال معلومة إضافية مهمة ومفيدة، وعنوان البانل نفسها أنا شايف عندي هعلي بس السقف شوية وهعلي البار شوية عن الموضوع. تغيير قواعد اللعبة مش إنه غير السوشيال ميديا غيرت، هو إحنا النهاردة في 2024 لازم نقول إن السوشيال ميديا ما بقتش سوشيال ميديا، بقت ميديا.
يعني لازم نشيل سوشيال، لان اختراع السوشيال ميديا نفسه احنا ابتدينا، لو احنا بنتكلم على فيسبوك، ومبسوط جدا ان الناس الصحفيين كمان قالوا غيرت اللعبه، ابتدينا في 2005 من فيسبوك. في 2005 احنا بقى لنا اولموست 20 سنه، يعني بقى لنا 20 سنه في السوشيال ميديا. ابتدى ان هي سوشيال ميديا از ان الناس بتكلم بعض، يعني الاختراع نفسه اخترعوه عشان الناس تقرب من بعض وتتواصل مع بعض، سواء في الجامعه سواء في الحي سواء اصدقاء قدام او كذا. مع تطور الموضوع وابتدى الميديا تاخد مكان في السبيس دي او في عالم الانترنت، يعني السوشيال ميديا من 2010 ل 2015 كانت انتروديوسنج للميديا تيجي تاخد مكان. من 2015 ل 2024 النهارده السوشيال ميديا مش سوشيال، السوشيال ميديا هي ميديا، ميديا مباشره. واللي قاله بول واللي قاله ميدو كلام مهم جدا، لانه ايه الفرق بين الديجيتال ميديا، لو هنسميها ديجيتال ميديا، والميديا التقليديه؟ وده سؤالك اللي دايما يو تشالنج كل الناس في ايه الفرق بينهم. هو الفرق بينهم ان هي كسرت الجدار من ان في النورمال ميديا او التراديشنال ميديا زي الجرايد او التلفزيون، المقدم او الاعلامي بيقول الكلام لكنه ما بياخدش رد فعل مباشر من الجمهور، وده اللي ولد الانجر. ان دلوقتي الناس عندها فرصه ان هي تعلق بشكل مباشر على كلام الاعلامي او كلام الصحفي او كلام الشخص اللي بيقوله، ده ما كانش متاح. بس ده متاح برضو في الميديا. لا. انت من حقك في اي برنامج في الميديا انك تفتح وتعمل اتصال مع الناس وتسمع القصه عن طريق اتصال تليفوني، عن طريق وسيط، لا وعن طريق السوشيال ميديا وعن طريق مسجز وعن طريق حاجات. ما هو رجعت تاني للسوشيال ميديا، فبالتالي السوشيال ميديا هي لدت المساحه، يعني قصدي ما بقاش في فرق بينهم غير الستاره. ما انت في التلفزيون انا ممكن ما اقدرش اقول ردك، على السوشيال ميديا ممكن اقول ردك، يعني بس ممكن اقول فرصه فكره نفسه ان هو بيكتب رايه ده على السوشيال ميديا، فهو اداله مساحه. صح. انت الاول ما كانش عندك مساحه ان انا استاذ حسن يكتب مقال انا عايز اعلق عليه، او اي صحفي او اي حد قال معلومه غلط انا ما اقدرش اقول له في جورنال الاهرام بكره انت غلطت امبارح، لكن على السوشيال ميديا انا اقدر اخش اقول له كومنت، اقول له اللي انت بتقوله ده غلط، او اللي انت بتقوله ده مش موجود، او اللي انت بتقوله دي معلومه مش دقيقه. دي اول كسر للجدار ما بين الاعلامي وما بين الجمهور. الحاجه الثانيه، ليه كل الناس بقت عايزه تكون مشهوره؟ لان هو شاف ان انا عندي فرصه زي لعيب الكوره، زي صح. الاعلامي الكبير، ان اطرح رايي، ولو انا بقول رايي ده صح الناس هتخش تديني لايكس وتديني اشادات وتنشر كلامي، وبالتالي انا بقيت انا زيهم سواء انا مؤهل او مش مؤهل. فنرجع لنقطه ميدو تاني، طيب الحل، او نرجع للموضوع، دي مش سوشيال ميديا اني مور، احنا في 2024 فانا هعلي ال هي ميديا، واحنا محتاجين نأهل البني ادمين اللي عايزين يكونوا انفلونسرز او عايزين يكونوا بياكتوا، لان الاساس في الموضوع ان الشخص العادي بقى شايف ان انا واي نوت ان انا ابقى اعلامي، او واي نوت ان انا ابقى مشهور. انت عايز تأهله على السوشيال ميديا؟ عايز أأهله ان الناس تقود باي اكزامبل. لو انا اعلامي النهارده والناس كلها عايزه تكون زيي، ما ينفعش انا اتكلم بلغه الجمهور، ما ينفعش انا اتكلم زي الجمهور، ما ينفعش اقول زي كلام. بس خلي بالك هو بقى الاقرب لقلب الناس طريقه كلامهم. صح. يعني بس يعني ما بقاش يعني عايزك بالكرافطه وعايزك تتكلم انا مش عايز يتكلم بالكرافطه، لكنه على الاقل يكون كلام موضوعي، على الاقل يكون كلام محترم. ولذلك هتلاقي اغلب المؤثرين، ما يطلق عليهم الانفلونسرز او المؤثرين، هو بيتشهر لسببين، لسبب يا اما بيثير الجدل يا اما بيقول كلام محترم. انا عايز اقول لك حاجه في الحته دي بصراحه، انا يعني هاخد من كلامك، هحيي الساده الصحفيين اللي موجودين او اللي بيطلعوا في التلفزيون، لان هم قدروا يظبطوا المعادله بشكل كبير حتى لو اختلفت الاجيال. يعني استاذ حسن المستكاوي موجود، استاذ جمال العاصي، ناس كتيره جدا، يعني مش عايز انسى حد، بقوا نجوم تلفزيون بيخاطبوا جيل هم ما شافوهوش، وعندهم زبون كبير جدا، لان قدروا ان هم يتكلموا بلغه الشباب او بلغه الناس بالحتة اللي انت بتقولها. هو ده بالظبط اللي انا بقول لحياتك عليه. انت النهاردة لو بتغير قواعد اللعبة وبتقول للناس، الناس العادية عايزة تكون زيكو، فبالتالي الصحفي او الاعلامي او لاعب الكورة او الشخص المؤثر فعليا بقى بحكم موقعه، لما يجي يكلم الناس يكلمهم بضوابط معينة. ايه هي الضوابط المعينة دي؟ اللي هو ايه هي ضوابط العمل الاعلامي؟ المعلومة، الخبر، التحليل، ايا كان اللي انت بتقوله ازاي؟ لان هي مش سوشيال ميديا، انت مش بتكلم صحابك anymore، انت مش بتكلم الناس، انت في الاخر المنصة دي او المساحة دي اتاحت لك فرصة ان انت تكون واصل لكل شخص وفاتح ديبيت وكلام. صح. مع كل الاشخاص. صح. فبالتالي لو الناس عايزة تكون زيك ما ينفعش انت اللي تكون زيهم. شايف ان ده سهل؟
مش سهل، لان اصلا فهم الناس لطبيعه السوشيال ميديا. يعني زي ما بقول لك احنا النهارده بنتناقش في حاجه عن فكره السوشيال ميديا، حاجه بقى لها 20 سنه، ما كملناش 20 سنه على فكره، احنا السنه الجايه هنتم 20 سنه والناس لسه بتدرك ده ايه. فاحنا مستحيل النهارده نقول النموذج الامثل للتعامل مع القصه دي هكذا، اذا كنا احنا بنجرب لسه وبنشوف ده هيمشي ازاي وده هيمشي ازاي وده هيمشي ازاي، والترندز او الفكره او فكره المؤسسين كل الحاجات دي اعتقد ان هي ما بقالهاش 5-6 سنين يعني. صح. حساسين حضراتكم بقى في اجابات سريعه لان وقت جري، فيعني الاسئله اللي جايه يعني حساسين حضراتكم يبقى الرد سريع جدا. باشمهندسه، لو احنا طلعنا من المؤتمر او من الجلسه دي بحل او اتنين نقطه او اتنين مهمين، لا زي ما مش بنقول السيطره على السوشيال ميديا، ولكن ان احنا نحط افاده زي ما كل الزملاء قال، نعمل ايه؟ الحقيقة جلسة رائعة. أنا شايفة أن إحنا هرجع لسؤال حضرتك الأولاني، هل اللعبة تغيرت للأحسن؟ آه للأحسن، إن بقى في participatory approach، إن في محتوى ما بقاش متلقي زي زمان، لا في محتوى نقدر كجمهور إن أنا أشارك، فأقدر على طريق التكنولوجيا إن أنا أقيس بسرعة وحلل وأقيس قياس الرأي وأعرف مين كم واحد معه وكم واحد ضد، ولو في تدخلات عاجلة من الحكومة أو رد على إشاعة معينة أو في إجراء معين بيبقى سهل جدا أن أنا أعمله. فأنا شايف أنها اتغيرت الأحسن، فهي الميديا ما بقت السوشيال ميديا، بقت الميديا بقت دي وسيلة كطول التواصل بتساعدنا كلنا في اتخاذ القرار بشكل أحسن. أنا المفروض حضرتك أن الإجابة تبقى سريعة، بس أنا مضطر أطول معاك. إيه سلبياتها؟ لا ما سلبياتها زي ما قلنا، المحتوى الرديء او ان هي اشاعه او حاجه مغلوطه، فدي ممكن يعني تحصل بلبله او تحصل فرستريشن او ضيق للجمهور بلا داعي وهو مش حقيقي، فعلى حسب المحتوى ايه. لكن هي وسيله سهل ان انا يعني استفيد بيها، ان انا اقدر ان انا اتدخل بسرعه، يبقى في تدخل سريع. ايجابياتها اكتر من سلبياتها؟ اه الحقيقة أنا مقتنع بالرد ده تماما، لأن هي الحقيقة عملت إيجابيات كثيرة جدا جدا جدا، وإن شاء الله بإذن الله يعني المعادلة برضو في مسألة الإيجابيات والسلبيات دي تتغير المرحلة اللي جاية. باشمهندس حسام، يعني نفترض نحلم يعني، ما تمام كده معايا؟ نحلم يعني أنت صاحب قرار ومعاك مفتاح وهتحرك السوشيال ميديا وهتحط لها قواعد إصلاح، غيرت بقى اللعبة، غيرت الجيم بالجيم كده، هتعمل ايه؟ واللي انت هتعمله اعتبره هيمشي، اعتبره يعني احلم معايا 5 دقايق ما فيهاش حاجة يعني. طيب طبعا كل زملائي بيضحكوا تحت من تلاقش حضرتك من السؤال الصعب. خليني اقول انا قبل ما اجي الجلسة ما كتبتش على السوشيال ميديا بتاعتي ان انا موجود في الجلسة دي، بس انا عندي 89 تفاعل لحد دلوقتي، ناس بتبعت لي كومنتس وناس بتبعت لي حاجات على بدلتي وحاجات على انا قلت ايه وكلام من ده. وده معناها ان حضرتك طالع هوا على اون. لا ده ما عارف ده ملوش اي معنى تاني يعني. في 86 واحد في القاعه يعني. يعني حضرتك ال 80 دول قليلين يعني، المفروض الناس تانية لسه ما صحتش. انا مش كاتب حاجه. في 600 شخص موجودين في القاعه غير اللي موجودين على اون تايم حاضر. الفكرة في ان السوشيال ميديا لما اتحركت في العالم زي ما كان شريف بيقول من شوية، بقالنا حوالي 18 سنة السوشيال ميديا بتتحرك بسرعات مختلفة. في مصر اتحركت بسرعة اكبر كتير من 2011. احنا في 2011 بالمناسبة كان عندنا 250 الف مستخدم، بس كله على بعض 250 الف مستخدم. النهاردة احنا داخلين في 80 مليون حاجة كده، فيعني نتكلم على ارقام مختلفة كتير. الناس اللي دخلت كلها، وانا مميزش بين الاعمار المختلفة. ليه؟ لان السوشيال ميديا، الناس اللي بتستخدم السوشيال ميديا هو بيستخدم السوشيال ميديا ريجاردس لسنه، وبالتالي الادوات انا بطلت اسميها زي ما شريف كده كان بيقول من شويه، بنسميها السوشيال ميديا بنسميها ميديا. انا بطلت استخدم جمله الادوات الحديثه من اجل الاجيال القادمه، ده مش حقيقي، لان احنا اللي بنستخدم السوشيال ميديا النهارده، واحنا اللي في ايدينا تليفوناتنا السمارت فونز اللي بنستخدمها، وبالتالي محددات بتاعه السوشيال ميديا ابتدت تبقى محددات علينا جميعا، صغيرين وكبار واكبر كمان. يعني في ناس
من الكاتيجوري. باشمهندس الحلول، انت عايز حل لايه؟ انا عايز حل لو انت صاحب قرار هتحط تعمل توصيه 1 2 3 ايه؟ لايه؟ لضبط السوشيال ميديا، للرقي بالكونتنت لو ليه حلول. لا، الرقي بالكونتنت ده مسؤوليه كل الناس اللي قاعده جوه القاعه. انا عايز توصيه. توصيه؟ حتى لو واحده. توصيه ان احنا كلنا متضافرين نحاول نعلى بالكونتنت بتاع السوشيال ميديا. صح. نحاول ان احنا نشتغل على ان احنا نحلل ونستمع جيدا للسوشيال ميديا بتقول ايه، عشان خاطر اعرف اطلع رسالة اعلامية على السوشيال ميديا، سواء باستخدام الوسائل التقليدية او الوسائل المختلفة زي السوشيال ميديا، ان انا اعرف اتارجت الناس اللي انا عايز استخدمها. التحليل والدراسة، احنا حاجة من الحاجات المهمة جدا يا جماعة، ويعني انا باثني على البرزنتيشن بتاعت معالي الوزير، ان كلها بتستخدم ما يسمى بالريسيرش، في بحث تم، البحث ده له نتيجة، النتيجة بنشوف هنعمل ايه عشانها. صح. هذا المنهج البحثي هو منهج مهم جدا، ان كل مؤسساتنا باختلافها تبقى بتشتغل بيه، بما فيهم كافة المؤسسات الإعلامية، لان البحث بيؤدي لانك انت يبقى عندك ريزلتس. ويعني مش عايز اتكلم عن البحث في وجود دكتورة نهى، الابحاث اللي موجوده وعندنا مجتمع بحثي جيد جدا في مصر في مجالات مختلفه كتير، بس مهم ان احنا نوصل للناس دي ونسمع منهم ونسمع السوشيال ميديا بيقول ايه، لو بنتكلم على عنوان السوشيال ميديا بتاع النهارده، ومنه هنطلع بيه نتائج تؤدي الى ان احنا نعدل مساراتنا في الاتجاه اللي يؤدي الى نتائج اكثر ايجابيه. انا عايز اسال حضرتك سؤال اجابته او لا سريعا غير اي تفكير، هل الاب ممكن يسيطر على ابنه في الكتابه على السوشيال ميديا؟ ابني اللي قاعد هناك يقول لك لا. لا انا بسال حضرتك. لا لا، هو ابني اللي قاعد هناك يقول لك لا. انا متاكد منك هيقول لا. لا، الاجابه لا. لان هقول للناس حاجه مشهوره جدا، لما بنحدد اهداف دايما بنحدد اهداف نستطيع السيطره عليها احنا شخصيا. فانت تقدر تقول لي ان انت هدفك انك تعلم ابنك احسن تعليم، فانا هقول لك الاجابه غلط، لانك ما تقدرش تعلم ابنك احسن تعليم، ابنك هو اللي هيتعلم، انت تقدر توفر لابنك الوسائل اللي يتعلم بيها، انما اللي هيتعلم هو الشخص. بشكرك يا فندم. شكرا. بول، يعني نروح بقى لسؤال تاني برضو مهم، هل شايف من وجهه نظرك ان التعامل الاشخاص او الناس على السوشيال ميديا فيما يخص التحليل او عالم كره القدم للمختصين فقط، ولا الامور فتحت لعامة الناس؟ أعتقد أن التعليم هو أمر طبيعي، وكما قلت سابقا كيف تقاسم الناس هو أفضل شيء. أعتقد مرة أخرى وأن التأثير لهؤلاء الذين يحققونه الرسائل التي يقومون بإرسالها، كما قلت لكم على وجه المثال التهديدات غير مقبولة وما إلى ذلك، كل شيء كما قلت لكم يجب أن نعرف أن كل من يقوم بكتابة شيء على السوشيال ميديا يجب أن يكون مسؤولا عنه. أعتقد مرة أخرى أنا أتفق إنه في ماذا إننا نحتاج صبر، ولكن الصبر مختلف، الصبر يختلف في التعامل مع ذلك. علينا في الواقع أعتقد أن هؤلاء الأشخاص، لقد تحدثنا عن المؤثرين في الإعلام وفي السوشيال ميديا، حال أردنا أن يكون لدينا إعلام جديد يكون إيجابيا يجب أن يكون مشجعا وشاملا، فإن هؤلاء ممن هم على القمة يجب أن تكون لديهم رسالة. يعني أعتقد أن يعني مع كل إجابة بتأكد أن روح الرياضة أو روح التعامل مع الإعلام أو السوشيال ميديا حتى لو اختلفت المجتمعات ولكن بيعتبر واحد. ميدو، برضو عايز أروح لك في القصة دي، وانت ناس من واحد من الناس المؤثرة في القصة، اللي كان عندك رؤية أن القصة دايما راحة للسوشيال ميديا، أحب لقلبك السوشيال ميديا ولا الإعلام كتلفزيون؟ يا لا طبعا، كل منصة إعلامية بيبقى ليها طابع مختلف وأسلوب عمل مختلف. أكيد في السوشيال ميديا في حرية أكبر في عرض المحتوى، لكن لكل منهم لهم متعة مختلفة.
عايز استأذنك بس ان انا اشير لحاجة كانت ذكرت في بداية المهندس حسام ذكرها في بداية النقاش، وعايز استغل برضو وجود معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي. استأذنك يعني انا يعني في كل دول العالم بيتم فرض او نص قوانين او قانون على المنصات الإعلامية ان هي لازم ان هي تسرد او تخصص 20% من المحتوى الذي تقدمه للألعاب الاخرى. يعني النهاردة عندنا ابطال مظلومين بشكل كبير جدا بسبب عدم تفعيل هذا القانون في مصر. النهاردة لو حضرتك فتحت جورنان الديلي ميل او فتحت جورنان لكيب او ده فتحت جورنان الا لما تكون صحيفة متخصصة في الكورة زي فرانس فوتبول مثلا، انما النهاردة لو فتحت النهاردة جورنان لكيب سيف هتلاقيه ان هو لو عنده 20 صفحة او 25 صفحة لازم 5 صفحات منهم يكونوا مخصصين للالعاب الاخرى. ما ينفعش النهاردة بقى انا داخل على الاولمبيات وافاجأ ان انا عندي بطل اسمه احمد الجندي. ما ينفعش ان انا النهاردة زي ما حسام بيه اتفضل وقال ان انا يبقى بطلة عظيمة زي نور الشربيني ناس كتيرة جدا ما تعرفش شكلها ايه. فالنهاردة لازم يبقى في قانون ان كل المنصات الاعلامية بشتى او بمختلف يعني طرق عرضها سواء كانت مرئية او سمعية لازم تكون في جزء مخصص ويكون واجب ان يتم تخصيصها للالعاب الاخرى. لان انا بقول لك يا سيف عندنا ابطال مظلومين ويستحقوا الاهتمام اكتر بكتير من لاعبي كرة القدم. صحيح كرة القدم هي اللعبة الشعبية الاولى ولكن يجب ان يبقى في قانون بينص ان ويجبر اذا لو كنت اقدر استخدم الكلمة دي كل القنوات وكل المنصات الإعلامية لأن هم يكون في نسبة. وبول عارف كويس جدا الكلام اللي أنا بقوله أن كل الصحف في, في, في بريطانيا ما ينفعش أنه يصدر الصحيفة وما يكونش فيها صفحة مخصصة للألعاب التانية. بس خليني هنا ميدو أقول لك جملة مهمة جدا. أيوة لا لا أنا عايز أسأل بول يعني هل هو قانون أو توصية؟ أنا ما عرفتش بصراحة. لا دي لوائح حميدو. بس خليني أقول لك حاجة، كلامك فيه جزء من الاهتمام مظبوط جدا، بس أنا عشرت زمان بما يخص الألعاب يعني كانت يطلق عليها الألعاب الفردية كان بيطلق عليها الألعاب الشهيدة، وعشنا سنين كتير جدا معها. العصر اللي احنا بنعيشه دلوقتي مش عشان احنا على تلفزيون ولا السيد وزير الشباب والرياضة قاعد ولا سيادة الرئيس هو الراعي للناس دي، ولكن اللي انا شفته في ال3 سنين اللي فاتوا احنا دايما عندنا مشكلة لما نيجي نتكلم على الدوري ما نتكلم على حاجتنا ممكن نتكلم ان احنا محتاجين الافضل، لكن ما نتكلمش ان حتة مظلومة دي النهاردة بقى في احتمال. انا بتكلم لان انا في اللعبة شوية او في الجيم شوية. النهاردة بقى في منافسة شرسة جدا ما بين الشركات الاستثمارية الكبيرة على العاب او على ابطال العاب الفردية. احمد الجندي ممكن بعض الناس ما تعرفش، ولكن احمد الجندي النهاردة وزارة الشباب والرياضة مع المتحدة للرياضة مع بعض الشركات عشان ما انساش حد خلت الراجل ده وغيره سلعة كبيرة جدا. الرقم النهاردة اللي بيتاخد لأي بطل هو رقم كافي جدا ان هو يغطي سنين كتير جدا. انا بتكلم على الاهتمام الاعلامي يا سيف، انا بتكلمش على السبونسرشيب. انا هشرح لك انا بتكلم على المساحة الاعلامية. انا هقول لك احنا محتاجين ان نزود، ولكن احنا في عصر دلوقتي برامج مخصصة للألعاب الاخرى احنا بنستضيفهم بنروح لحد البيت بنتحرك. هم ما بقوش ابطال من فراغ. يعني احمد الجندي دايما حتى كنت بتكلم مع السيد وزير الشباب والرياضة في كنا في مرة انت عارف ظهور الناس دي بقى حتى ظهورهم في تنافس من الشاشات بارقام كبيرة. فما وقفت اخر مرة للسيد وزير الشباب والرياضة قلت له لا بعد اذن حضرتك احنا جزء من مشروع النجاح. فالناس دي النهاردة بتعيش عصر محدش شافه، عايزين الافضل وعايزين الاكتر، ولكن دايما الحتة دي مش معلنة. يعني انت مثلا ما تعرفش البطل الاولمبي بياخد كم مليون جنيه، ما تعرفش الشباب الصغيرة في الرعاية اخدت كام. حاضر هرجع حاضر ارد بس انا اسف ارد حضرتك على ميدو وارجع لحضرتك حالا. فالحته دي انت بتتكلم فيها بشكل صح، ولكن احنا عايشين فيها بشكل قوي. لا انا بس انا هو العنوان بتاع المنتدى ايه هو
العنوان ان احنا اللعبه اتغيرت على السوشيال ميديا. بالظبط. فاحنا بنتكلم في التغير اللي بيحصل. أنا وكل ذلك ده جزء من التغير. أكيد عشان كده يجب طرح هذه النقاط لان هي نقاط مهمه جدا. لان انا بقول لك يا سيف بكل صراحه انا عارف ان ان ان, إن خاصه قنوات اون تايم سبورتس بتقوم بدور عظيم جدا في فرد مساحه خاصه، وعارف ان كان في برامج خاصه قبل الاولمبيات وعارف صح. كل الكلام ده. لكن انا عندي اصدقائي من أبطال الألعاب الأخرى حاسين بظلم كبير جدا، وأنا شايف إن لازم يبقى فيه توصية إن يبقى فيه فرد مساحة بنسبة معينة محددة لهذه الألعاب. والكلام ده طالع من لعيب كورة. أكيد. يعني انا ممكن بالنسبه لي يبقى اخر حاجه افكر فيها الشباب دول، لكن انا حاسس بيهم اكيد وبيتعبوا تعب كبير جدا ويستحقوا مننا كلنا اهتمام اكبر. اكيد اكيد كلامك صح، ولكن دايما عايز برضه اقول لحضراتكم حاجه. احنا عندنا دايما مشكله ان احنا عايزين الافضل، عايزين نروح للاحسن، ولكن احنا في مؤسسات كبيره جدا زي وزاره الشباب المتحده للرياضه، وناس كتيره جدا عملت روابط، عملت مجهود كبير جدا في المساله دي. فلازم الناس دي تزود اكتر، ولكن لازم برضو ندي الناس دي حقها بشكل كبير. دكتورة نشوى، ما يخص زي ما حضرتك قلتي المنصات والتطوير القادم من وجهة نظر حضرتك، لان احنا نوصل لمعادلة رقمية كويسة، يعني نوصل لنسبة مشاهدة كبيرة، وخصوصا ان الرياضة دايما بتحظى زي ما حضرتك قلتي بنسبة مشاهدة. شايفة حضرتك المستقبل ازاي؟ لو انا هقدر اقول سريعا برضو في التوصيات في دول حضرتك كنت لسه بتقوله، اهم حاجه بالنسبه لنا في المنصات دلوقتي مع الانتشار السريع هيبقى التركيز على محاربه القرصنه، لان احنا كمنصات بنستثمر سواء في المحتوى عشان يبقى بشكل خاص او اكسكلوسيف يعني، ومحتوى فيه انفستمنت في الكرياتيفيتي، وفي نفس التوقيت في التكنولوجي بيبقى لازم علينا ده بيتسرق. فبالنسبه لنا الاستثمار في الادوات اللي خاصه بالانتي بايرسي ومكافحه القرصنه دي هتبقى حاجه مهمه جدا في الفتره اللي جايه. واعتقد كمان الريجيليشنز او البوليسز اللي بتكون موجوده لو احنا بنطرح في توصيات برضو انها تكون ليها علاقه بتقنين الوضع الخاص بسرقه المحتوى، لان ده زي ما بيقولوا بيقلل من قيمه المحتوى اللي لما بيتسرق انت بترجع تاني تانفست من اول وجديد تدور على حاجه جديده عشان تقلل منها. فبالتالي الانتي فايروس يعتقد من الحاجات المهمه جدا التركيز عليها في الفتره المستقبليه. ده شيء الحقيقه رائع جدا. شريف، يعني من وجهة نظرك انت قلت من 15 ل 24 الامور تطورت بشكل كبير، شايف ازاي العشر سنين الجايين؟ شايف تطور اكبر، لان داخل علينا AI AR دلوقتي، augmented reality، حاجات اكبر بكتير. السوشيال ميديا نفسها مش هتفضل زي ما هي خالص. اقرب اكتر اكبر اخطر كله كله. تبسطت من الكلام فقلت يعني لا من اول 2026 يعني، وهتشوف حتى في المجال الرياضي من اول كاس العالم 2026 لانه هيتعمل في امريكا، اللي هم بيجهزوا له دلوقتي نقله تانية خالص غير حتى اللي موجوده دلوقتي. عشان كده لما بنتكلم دلوقتي على فكره تفاعل الناس مع الموضوع، الناس هتبقى جزء من اللعبه اكتر من انها كمان هتبقى مجرد معلقين على اللعبه. ان احنا في الرياضه وفي الكوره تحديدا العصر اللي جاي سواء سوشيال ميديا او ديجيتال سوليوشنز نفسها مختلفه. وبمناسبه التوصيه، يعني لو هنخرج بتوصيه عن قواعد الموضوع، اول قاعده في قواعد، ودكتور نشوى قالت يعني فكره الانتي بايرسي كده، اول قاعده في حمايه الحقوق الرقميه او في حمايه الديجيتال رايتس مانجمنت يعني للمحتويات الاعلاميه المقدمه، ان انت من الناحيه الثانيه تقدم محتوى اقوى. عشان تمنع حاجة لازم تقدم للجمهور حاجة أفضل منها، وبالتالي لما تقدم حاجة أفضل منها، وأنا هضرب المثال ده على واتشت نفسها وعلى نتفليكس أو على المنصات اللي موجودة دلوقتي، لما المسلسلات كانت بتتعرض بايرسي، الحل الوحيد اللي وقف الموضوع دوت إن بقى فيه منصة تقدر تشترك فيها تشوف كواليتي أحسن وتشوف حاجة أحسن وإكسكلوزيف كونتنت، فالناس ثابت المحتوى المسروق والأفلام اللي بتنزل من على الإنترنت وابتدت تتجه للمحتوى الأفضل. من غير ما تقدم محتوى افضل الناس هتفضل تسرق، والناس هتفضل تشوف محتوى مسروق، وهتشوف محتوى أبدأ من اللي انت متوقع ان انت تديه لهم. فلو انت النهارده بتقول الناس بتقدم محتوى سيء على الانترنت او يعني بتقول تعليقات سيئه، لان مفيش مقابل حد بيقدم محتوى ذو جوده. لو قدمت محتوى ذو جوده الناس هتسيب المحتوى السيء وتروح للمحتوى ذو جوده. يعني كلام الحقيقه رائع جدا. ممكن تفضل متشكرين يا كابتن سيف. اولا يعني السيشن الاولاني بشكر تاني
على اختيار كل اللي موجودين والتخصصات اللي موجودة فيه عبقرية في الأداء. وطبعا مع كابتن ميدو الحقيقة كظاهرة أول وأصغر يعني أو أصغر واحد خد شنطته على كتفه وجري وراح شال تجربة الاحتراف وتحملها وعمل كل حاجة بسرعة وتنقلاته واشتغل في الإعلام اشتغل في التدريب. عشان كده يمكن التوازن اللي موجود مع إدارة حضرتك للجلسة يعني يمكن بطمن أنا قريت المحتوى كل الزملاء والسادة الصحفيين والإعلاميين ورش العمل دوركم في أنك أنت تناقش وتتكلم وتوصل لمضمونه. يعني ورش العمل هي مخصصة لكده. يمكن السيشنز الأولاني هي بيقول الموضوع الفكرة إيه ومش بعيد كل اللي تناقش مش بعيد. ويمكن أنا استأذنت الأستاذ محمد بصفته يعني قلت أنا هاخد ربع ساعة مش كلمة موضوع استأذن سيادتك كمدير أخد من 3 لـ5 دقايق يعني إذا أجزت يعني الموضوع والسادة الزملاء. لكن الورش العمل هي المهمة للنقاش. السيشن بوضح مفهوم المؤتمر إيه يعني. السيشنز هتكلم 3-4 موضوعات كليكات على الجزء العلمي وبعدين الجزء التطبيقي. أحد منتديات العالم في خمد الرئيس كان موجود وحصل تنبيه مبكر على موضوع الفومو fearing of missing out. دايما هيبقى فيه خوف على انك انت تفقد حاجة. ده عمل حاجة تانية اللي هي الموبايل addicting او الادمان لموضوع جهاز الموبايل. خلاص بقى موضوع. يمكن في 98 و99 في احد الدراسات قالوا العالم هيتحول كمان الكلام ده قبل سنة 2000 هيتحول الى the world will be on device. يعني دلوقتي بقى العالم على جهاز والتغير موجود. بيتر فوسك ده واحد من اهم الواضعين لمستقبليات الادارة والاستراتيجي وهو يعني في IE Business School في مدريد الحقيقة اتكلم على المصطلح الموجود دلوقتي. انا بتكلم السادة الموجود الحضور كله والجلسة هنا مش مقصود change the game يعني الكورة او الرياضة او الموضوع. احنا بنتكلم في الاعلام. هو قال مصطلح في الاستراتيجي مهم جدا don't play the game change the game. فبالتالي كل الموضوع دلوقتي انك انت هتبدأ ازاي في حال انك انت عايز تدير وادارة فيها مستقبل change the game. المصطلح اللي موجود على الجلسة في حكاية ازاي ان احنا نعمل change the game في التحديات اللي موجودة عندنا في المجتمع المصري وده الواضح في ظل يمكن اللي احنا قلناه في البداية اقتصاد ظهر خلاص. بس هي الفكرة في ايه؟ الفكرة يمكن شيف عايز يلمس بس يعني في ضوء شغله الامور اتلبست في بعض شوية فهنفسرها بالراحة. اتحاد كورة، اتحاد خماسي، اتحاد يد، اي اتحاد، نادي اكس، نادي واي، وزارة، هي عايزة ايه؟ عايزة موضوعها يوصل للجمهور المستهدف بتاعها في المجتمع ده اللي هو المجتمع الرياضي. طب هيوصل ازاي؟ في تحديات، في سرعة، في حاجات كتير، في تغيير ما بين عدد قنوات تلفزيونية كترت متخصص او عام بيتكلم برضو في الرياضة، الوسائل المختلفة اللي مش عدها الخبرة كتير موجودين. طب هل احنا كمؤسسات هنشتغل في change the game بعدم احترافية وتعتمد على الموضوع الكلاسيكي؟ فشل خلاص. هل هيتم نعتمد على شركات متخصصة عشان تتعامل مع هذا المجتمع المتغير؟ المفروض يبقى فيه هنا outsourcing او حاجات او اشياء متخصصة تتعامل مع هذا المجتمع. مين هيشتغل؟ هو المتخصصين في الإعلام اللي هيديروا هذا الموضوع. عشان كده بنسميها في الإدارة وإدارة المؤسسات. هقول تاني أنا دوري في الشوية دول أنا عايز إيه كمسؤول وإزاي يعمل تنوير فكري. إحنا في إدارة المؤسسات سبورتس مانجمنت ما بين حاجة اسمها تايبولوجي وتاكسونومي. فالتايبولوجي اللي هي حجم المؤسسة وتنميتها في المؤسسات الرياضية أندية كبرت جدا وبقى ليها برانشز كبيرة جدا. اتحاد حجمه بحجم المشتركين فيه بحجم تأثيره حجم معين. اتحاد تاني زي الكورة حجمه كبير جدا عشان كده خدنا جزء في رابطة تدير الحتة دي. فالتايبولوجي هنا يا ميكانيكا اللي هو حجم صغير لكن كثيف الحركة صعب جدا يا حجم كبير لكن تأثيره
مش مناسب. التاكسونومي الهيكلة والشكل اللي مظبوط ده في المؤسسة الرياضية. وبالتالي لما اجي اقول الاعلام احنا بقينا في منظومة شديدة التعقيد. طب تشينج ذا جيم وغيرها واقول ايه؟ مستقبل مفتوح جدا للمجال الاعلامي، لكن شرط التدريب فيه مهم جدا، وشرط نقل الخبرات، وشرط كمان ان يكون في بقى الدولة فيها مؤسسات، الهيئة الوطنية للاعلام، قانون رياضة بيمس الجزء ده، ويمكن بنطلع حاجة مع قطاع وطني خاص كبير مع مؤتمر زي اللي احنا فيه. وبالتالي لما اجي اقول السوشيال ميديا حصلت ظاهرة بتسميها نتفليكسينج. يعني نتفليكسينج هقولها برضو ببساطة. زمان حضرتك كنت بتروح العربية اهم حاجة فيها الكاسيت فبتشتري الشريط، شوية الموضوع تقدم بقى سيدي هاي، فشركات العربيات غيرت عملت سيدي رام داخل العربية، شوية بقى الموضوع فلاشاية، كل اللي اتصنع قبل كده باظ، وبعدين شوية تاني بقى وسائل مختلفة ما بقاش فيه خالص ولا ده ولا ده ولا ده، وبتسمع في العربية بس الراديو موجود بيشغل عدد الساعات. وبالتالي نتفليكسنج اللي هو اللي مش هيتغير على الظاهرة هيقف مكانه. طب الشينج ذا جيم احنا بنتكلم بشكل شمولي، طب نغير هل المسؤول الموضوع سوشيال ميديا؟ هي حجم التداول المجتمعي الموضوع اسمها سوشيال ميديا وما نغيرهاش. الميديا هي الموضوع، الميديا اللي هيخلق الحالة اللي هي للتداول المجتمعي، بس هيخلقها ازاي وبايه؟ هي وسائل الاتصال، هي انتو، هي احنا، هي موضوع التأثير. وبالتالي ظهرت في النص حاجات تانية. طب احنا مشكلتنا ايه وموضوعنا ايه؟ وده بتكلم لكل اللي موجودين عشان ورش العمل والمؤتمر. ما هو الموضوع بقى سهل، حد عايز يغير الموضوع يغير رأي العام ويعمل تداول مجتمعي لحجم كبير من الجماهير، هيروح يشتري من شركات سوشيال ميديا بحجم مش كبير، هيبدأ الشركات دي تروح عاملة تأثير علشان توصل للجمهور المستهدف الكبير، يبدأ التداول المجتمعي يأثر على متخذ القرار ويغير الصورة الذهنية. هنا المؤسسات هتعمل ايه؟ يعني هل الدورة الأولمبية اللي موجودة كان فيها نتائج إيجابية؟ فيها سلبيات بنشوف. السوشيال ميديا عملت ايه؟ ناس استهدفت ان هي تكتر السوشيال، وده أثر بعد تاني نفسي على اللاعبين، خرج او دخل هو متأثر فخارج على اعداده اللي موجود، حجم حتى الاعداد النفسي بعض الناس وصل في حاجة بنسميها في علم النفس الرياضي 2 عمر ملاعب بيوصل قبل بينزل المباراة، يا حمى بداية يا عدم استعداد للكفاح يا عدم مبالاة، 3 حالات. شفت لاعبين من حجم تأثير التليفونات والسوشيال ميديا نازل عنده الاثنين، هو مش داري انا ايه، في لاعب قال انا مش انا من اول ماتش خرج مع ان اعداده وشكله واداء، لان حجم التأثير وصله للاثنين. وصله لايه؟ الكلام ده اعلام وفي الموضوع، وتشينج ذا جيم مش بره الموضوع. فبالتالي معلش انا هتكلم من طرف واحد معقب على الجلسه وهمشي يعني. فالفكره هنا في ان هو حصل خروج، وحصل حتى لو في اعداد او ما تمش الاعداد عدم مبالاه، وكمان عدم مبالاه يعني مش حاسس. طيب والحمى البدايه خايف، الاثنين الحالتين زي لاعب الكوره قبل الماتش ممكن يوصل ده، ولاعب تاني نازل عايز يعني يروح. الاعلام بقى دور كبير جدا في التوجيه. وبالتالي لما الجزء ان انا ممكن اشتري الجزء ده وبعدين اعمل الفيك واوصلها اغير الحاله، لما نيجي نجرد ونشوف مين اللي مقول جنسيات تانية خالص بتتكلم، لان هو حجم المشترى هنا في موضوع ملهاش دعوه لكن غيرت. غيرت. هنا دورنا ايه؟ دورنا ان احنا في مناقشة الموضوع، دورنا ان احنا نشتغل احترافي ازاي وبايه، وازاي ان احنا كمان نستخدم هذه الوسائل. طب التحدي اللي جاي ايه مع السوشيال ميديا، مع 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 الاي اي، مع الكلام. حضرتك لو قاعد دلوقتي وكتبت على تشات جي بي تي موضوع الجلسة وقول ايه، هيطلع لك برنامج كامل واقتراحات مستقبلية وتعمل ايه، تشات جي بي تي او الحاجات الاحدث من الشات جي بي تي. فبالتالي الحلول بقت موجودة. هنا التحدي ايه؟ عندنا منظومة عايزين نطورها. بالنسبة ليه قد يكون الوعي والاورنس والتدريب ده يعني بيتعمل في المؤسسات، حضرتك محترف، بيتعمل ان اللاعب من ضمن برامجه بيدرس الانترفيو مانجمنت، ازاي ان هو يروح وهو محترف
فقد يكون دور توعوي وليس قانوني بالنسبة لنا احنا لازم نعمله. دور ربط جزء التأثير القانوني مع الهيئة الوطنية للإعلام مع قانون الرياضة ازاي يطبق وينفذ ده برضو قد يدرس في هذا الموضوع، لان انا قريت في احد ورشة عمل اللي هي ادارة الانترفيو مثلا. يعني الحاجات دي كلها احنا يعني محتاجين ناخدها ونقولها ونقولها. يعني انا بأثني على شكل الجلسة، لكن اكيد هنتوقع من ورش العمل نقاشات كتيرة احنا ناخدها كتوصيات. دورنا كجزء حكومي، دور يعني بقية المجتمعات، سيما ان الوسط الرياضي داخل على انتخابات بعد الدورة، هيكون في حالة من الماس لغاية يناير او بعد كده، واعلام كتير هيشتغل، لان هيدخل تاني قطاع خاص بيعمل ترويج اللي احنا قلناه لذاته علشان العملية، فعايز يعمل عملية تأثير علشان العملية الانتخابية. فبالتالي احنا كمان لازم اكون، لو انا مش قادر احدد دوري ايه في المنظومة دي وهعمل ايه، في مشكلة. الاعلام كمان لو احنا عايزين نناقش القضية دي واستعبنا الموضوع، لان حجم التأثير ممكن يجيب ناس مش هي في المكان، لان هو البرسكريبشن بقى سهل، اقدر اعمل الشكل التأثيري اللي هاخد بيه الصوت وبشكل اخر. شكرا. بشكرك يا فندم. يعني هستأذن معلش السادة يعني منظمين المؤتمر، هناخد بس دقيقتين سرعة لو حد عنده توصية من السادة الصحفيين. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ سيف، زي ما طلبت انت جو تو ذا بوينت على طول. تفضل. التوصيه المباشره اللي انا بعرضها، انا عرضتها قبل كده في مؤتمر دولي في دبي من حوالي 6 أو 7 سنوات، لابد من ادخال السوشيال ميديا في برنامج دراسه اولادنا، لان احنا اللي موجود عندنا هنا دلوقتي عشوائيه في السوق في السوشيال ميديا، حاجات شريره تقدر تعمل ظواهر سيئه جدا حتى اللي بيعمله. احنا النهارده ككتاب بقى لنا 30 و40 سنه ومقالاتنا موجوده، الناس بتسيب مقالاتنا وبتروح للشباب اللي عندهم مشاهدات كبيره على السوشيال ميديا. فليه؟ لان في المفاهيم مغلوطه جدا. احنا دلوقتي بنعمل اعاده للمناهج بتاعتنا، فندخل السوشيال ميديا في الدراسه الاكاديميه من الكي جي، وتبقى بشكل صح، لان مفيش حد بيعلم السوشيال ميديا صح خالص. حل رائع الحقيقه. شكرا يا فندم. جمال بيه. حاضر استاذ جمال. ايوه، انا اولا مبسوط جدا من الجلسه والنقاش والعرض بتاع معالي الوزير، عرض راقي، كل الحضور صراحه اتكلموا بشكل جيد جدا. انا شايف ان السوشيال ميديا ليها سلبيات كتير قوي على المجتمع المصري بالتحديد، لان كل مجتمع له طريقته له بيئته له حياته الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه. احنا في خطر، فالخطر ده انا شايف ان اول حاجه فيه ان انت عندك وفورات من المعلومات، احنا عندنا ندره شديده في المعلومات، عشان كده بنلاقي الاجتهاد كتير قوي على السوشيال ميديا. صح. على سبيل المثال يعني هنقول في الكوره والرياضه اللي هي احنا بنمتهنها، ان هل معقول مثلا ان احنا بقالنا مثلا 10 ايام او 15 يوم كله عمال يهري في مين اللي راح الاهلي ومين اللي راح الزمالك واللعيب ده جه واللعيب، بنتكلم في موضوع صغير قوي واخدين منه مساحه كبيره جدا. تخيل لو كل نادي بيوصل معلومات حقيقيه للمصادر او للتلفزيون او بتاع، لو كل اتحاد عنده منظومه اعلاميه جيده بتطلع معلومات صحيحه. صح. اكيد يعني السوشيال ميديا السلبي هيطرد. توصيه في مساله صعبه جدا في السوشيال ميديا، في حاله شماته، في حاله كراهيه من اطراف كتيره حوالينا. احنا لازم ناخد بالنا ان هناك خطوره شديده للسوشيال ميديا السلبي، مش هيطردها الا وفورات المعلومات. توصيه الحقيقه رائعه استاذ ابو المعاطي. اتفضل. شكرا استاذ جمال. سريعا بعد اذن حضراتكم، لان انا قدامي دقيقه ونص بس لازم حاضر. والله حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر. هي شيما هتكمل بعد كده. اتفضل فندم. بشكركم على فكره المؤتمر، ومؤتمر رائع وعظيم. انت قلت يا كابتن سيف في البدايه هل اللعبه اتغيرت؟ اللعبه اتغيرت ودايما هتتغير مع تطور التكنولوجي. كان زمان الاذاعه لما التلفزيون ظهر قال لك الصحافه والاذاعه ماتوا، لما القنوات الفضائيه ظهرت في نهايه التسعينات واتكلمنا عن ان العالم قريه صغيره قالوا ان التلفزيون مات.
دلوقتي لما السوشيال ميديا طلع عمل غول طالع على الفضائيات. النهاردة الناس في الفضائيات ليه هي مش بتجاري السوشيال ميديا؟ لأن مساحة الحرية عندها مش كلها. خلينا أتكلم بأمانة يعني. يعني انت ما تتكلم بأمانة. انا هقول برضو كل التحية والاحترام للجميع. يعني مثلا انت في قضايا ما تقدرش تناقشها. يعني مثلا لو جيت مثلا اقول لك مثلا عدم اتخاذ لجنة الانضباط قرارات مثلا ضد جوميز ضد لاعبي بيراميدز. مفيش قرارات ما اقدرش اناقشها. ممكن تناقشها بشكل لا يتوافق مع ما يتمناه المتلقي. يعني كل واحد ليه مدرسة. بالظبط كده. اللي انا عاوز اقوله انك انت وانت بتتعامل مع السوشيال ميديا اتعامل معاها بحاجتين مهمين جدا. مصداقية وتأهيل. صح. ماشي. ده هيوصلك للناس. صح. السوشيال ما تخوفش لان اللي بيخوف في السوشيال انت بتتكلم عن الشق الرياضي ولا عن الشق السياسي رياضي. ولا عن الشق الاجتماعي. تتكلم عن الشق الرياضي. لو انت بتتناول الامور بشكل قوي زي ما بيتم تناولها على السوشيال ميديا مش هيبقى عندك اي مشكله خالص. لكن لو انت بتعمل حواجز وخوف في التناول زي مثلا كابتن ميدو بيقول لك ايه ان ما حدش يطلع يحلل تلفزيوني مباريات غير اللعيبه المؤهله. انا بتفق معاه جدا جدا في ده بس بقول له برضو على جنب ما حدش يطلع يقدم برنامج رياضي من نجوم الكوره غير لما يدرس ويتعلم. صح. يعني ايه ده الكلام اللي هو قاله اللي هو بيقوله برضو. فاللي انا بتكلم فيه انت وانت على السوشيال ما تخافش منها لكن اتعامل معاها بضخ معلومات للناس. عرف الناس اللي بيحصل. يعني اقول لك على حاجه بس موضوع سريعا بس حضرتك سريعا يعني موضوع حجازي ما كانش حد هيحس بيه لو ما فيش حد معاه كاميرا بيشوف اللي ورا. ما كانش حد هيعرف رد فعل حجازي لما امبارح المنتخب قالك ده هو اللي اعتذر غير لما هو طلع رد. اذا مساحه الحريه في المعلومات ده امر مهم جدا عشان تواكب السوشيال ميديا. انا حساس لحضراتكم بس شيما هتكمل لان يعني لازم اسلمها وهي هتكمل مع حضراتكم بعد كده الاسئله. بس بشكر طبعا دكتوره غاده لبيب نائبه وزير الاتصالات. بشكرك فندم شكرا جزيلا. بشكر بول ماكارثي الرئيس التنفيذي لرابطه كتاب كره القدم الانجليزيه. بشكرك شكرا جزيلا. بشكر المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للاعمال المتحده للخدمات الاعلاميه. الكابتن احمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق. بشكرك شكرا جزيلا. والاستاذ شريف حسن مدير اداره الاعلام والتسويق الرقمي بالكاف. شرفت انك موجود معايا. وبشكر دكتوره نشوى جاد رئيس مجلس اداره والمدير التنفيذي لمنصه ووتشت. بشكر حضرتك يا فندم شكرا جزيلا. في النهايه طبعا بشكر حضراتكم اتشرفت اكون موجود معاكم. بشكر السيد وزير الشباب والرياضه. بحيي جدا محمد يحيى يوسف الوزيري على تطور كبير جدا في مجال الرياضه بشكل عام. ولولا المتحده للرياضه كانت الامور اختلفت كثيرا. بشكر طبعا قنوات اسامه الشيخ وكل الساده الحضور.